بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الكريمة عنوانها نصائح وتوجيهات للمؤمنين. نصائح وتوجيهات للمؤمنين من الآية 9 إلى الآية 11، فلننتبه. بداية شرح الآية الكريمة، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نداء من رب العالمين سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلاة أو غيرها من فرائض الإسلام. ومن شغلته أمواله وأولاده عما أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الصلاة وغيرها، فأولئك هم الخاسرون حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم يقول الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقكم الله من الأموال من قبل أن يأتي أحدكم الموت، حينما يأتي الموت في هذه اللحظة يتمنى الرجعة إلى الدنيا، فيقول لربه عز وجل: رب هل أخرتني إلى مدة يسيرة؟ عايز يرجع الدنيا تاني حتى ولو مدة يسيرة. ليه؟ فأصدق، يعني يتصدق من ماله، يريد أن يتصدق من ماله في سبيل الله عز وجل، وذلك لما علم ثواب الصدقة عند الله عز وجل. وأكن من الصالحين، يعني من عباد الله الصالحين الذين صلحت أعمالهم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يعني لن يؤخر الله سبحانه وتعالى نفسا إذا حضر أجلها وانقضى عمرها، والله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر، سبحانه جل وعلا. يستفاد من الآيات الكريم خطر الأموال والأولاد إذا شغلت عن ذكر الله عز وجل، كذلك يستفاد الاجتهاد في العمل الصالح، وها نحن على قيد الحياة من قبل أن يأتي هذا اليوم الذي نتمنى فيه الرجعة إلى الدنيا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كذلك يستفاد مراقبة الله سبحانه جل وعلا، ونعلم أن الله يرانا، أن الله سبحانه جل وعلا مطلع علينا سبحانه جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، سبحانه جل وعلا. فأقبل على ربك عز وجل واعمل عملا صالحا ينفعك عند الله تبارك وتعالى. التجويد في الآيات الكريم: يا أيها مد جائز منفصل، يمد مقدار 4 أو 5 حركات أو حركتين. يا أيها، ويجوز أن نقرأ نقول يا أيها، لكن بشرط واللفظ في نظيره كمثله. هنقرأ المد المنفصل بالمد بالتوسط، يبقى كله يكون بالتوسط. يا أيها الذين، مراعاة مخرج الذال، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. آمنوا، مد بدل، والمد البدل هو أن يأتي حرف المد بعد الهمز في نفس الكلم. في رواية حفص التي نقرأ بها يعامل معاملة المد الطبيعي، يعني يمد بمقدار حركتين. آمنوا، لا تلهكم، مراعاة سكون اللام فيها الإظهار. لا تلهكم أموالكم، والميم هنا برضو فيها الإظهار الشفوي، لما تجد الميم عليها علامة السكون فحكم الإظهار الشفوي. عن ذكر الله، عن فيها حكم الإخفاء الحقيقي، يعني حينما تجد النون ليس عليها شيء فيها حكم الإخفاء الحقيقي. عن ذكر الله، وهنا اسم الجلالة، اللام مغلظة أم مرققة؟ اللام هنا مرققة، لماذا؟ لأنها جاءت بعد حرف مكسور. ذكر الله، هكذا. وأكتفي بما ذكرت من أحكام، والآن مع التكرار انظر إلى الآيات وضع إصبعك عليها واقرأ بصوت مسموع وتفكر في الآيات في حال التكرار بنية التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.